اليسار من النيتو يدخل في هذه اللحظات بديلا للاعب البلجيكي فاندنبور. إذن في حوار كان بين موتا وموتا، والكلمة كانت للمدافع الإيطالي المدافع ماركو موتا. الانطلاقة لفائدة فريق روما، فوتشينيتش على الطاير، على الطاير فوتشينيتش بطريقة رائعة من ماركو فوتشينيتش. إذا كان الهدف الأول بطريقة رائعة بأداء جماعي، روما أحرز هدف جميل في الشوط الأول. ها هو الآن نحو مرمى فريق جنوى، جنوى الفريق التاهي في الشوط الأول، دخل في الشوط الثاني بطموح كبير، لكن طموحه تلقى ضربة سريعة من جانب فوتشينيتش وقد يتلقى ضربة ثالثة. توتي بطريقته المعتادة كاد أن يحرز هدف بلبه الاعتيادي، لوب كان من جانب اللاعب توتي ولكن كرته انتهت إلى ركب. وأيضا في التواجد والتمركز الصحيح كان للاعب فوتشينيتش الذي كان في الموعد لهز الشباك. يانكوفيتش الآن، يانكوفيتش ينقل كرة داخل منطقة جزاء ميلتو، دوني يتمكن من الإمساك بالكرة وعدم الإفلات أمامنا، أقرب عند حارس المرمى. التركيز وحسن الانتشار والأداء الكبير لفريق روما، لكن فريق جنوى يبحث عن نفسه. يتدخل وهناك إنذار، قد تكون الورقة الحمراء بالفعل، الإنذار الثاني. تصرف كان من جانب اللاعب تادي كلفه الخروج بالبطاقة الحمراء في كرة كانت في منتصف الملعب. فريق متقدم بهدفين مقابل لا شيء كان في غنى عنه. إذا كان جاسباريني يظل ويتواجد في المدرجات، فأيضا اللاعب تادي يغادر والآخر الملعب. تادي في تصرف غريب عاجل. اللاعب روبرتو بروتزو اللاعب الذي هو الآخر الذي بدأ مع جنوى وقطع 10 سنوات مع روما. هذه محاولة من ديغو ميلتو، جوان يتابع ويبعد الكرة. خطورة جنوى الآن بدأت تظهر الآن، وجنوى يحاول أن يستفيد من النقص العددي في صفوف روما. كرة داخل منطقة الجزاء، كريشيتو يتابع، كريشيتو هيا وإمكانية تسديد لكن دوني يمسك بالكرة. حارس المرمى دوني يتمكن من الإمساك بالكرة. ستكون دقائق صعبة على فريق روما وأمامنا فرصة تقليص الفارق. تهيأت إجوان تابع في مرة أولى ثم عادت الكرة وتسديدة كانت من يانكوفيتش، لكن عند حارس المرمى دوني على ذكر حراس المرمى الحارس تشيرفوني. ليتو التمرير الآن ومحاولة الانطلاق للاعب يانكوفيتش، ودوني بالمرصاد. دوني يرد على يانكوفيتش، هذا هو المهار. جنوى سيظل في المركز الرابع لكن بفارق الأهداف، وروما اقترب من هذا المركز. هذه محاولة الآن عن طريق اللاعب يانكوفيتش، يانكوفيتش يسدد والكرة تنتهي إلى ركلة مرمى. تعادل في لقاء فيرونتينا مستمر، روما يتقدم 2-0 على جنوى. تعادل هدفين في كل شبكة في لقاء سامدوريا سيينا، 1-1 تورينو كييفو، أودينيزي بولونيا تعادل سلبي من دون أهداف. وطبعا لقاء السهرة سيكون بين بال ولد فريق جنوى. هذا هو عمر ميلانيتو، ميلانيتو من جديد داخل منطقة الجزاء وإمكانية التهديف عن طريق اللاعب يوريتش. وحارس المرمى دوني يقول لا مرة أخرى، دوني يقول لا لفريق جنوى، لفرقة الجريفوني أمام الإعادة. التسديد وحارس المرمى الأكثر تركيز والحارس دوني. كل محاولات فريق جنوى اصطدمت بيقظة وتألق الحارس دوني، حارس اللي كان موفق. تمكسيس بكل ثبات يقطع الكرة، مكسيس يمرر لبابتيستا، بابتيستا لا وجود للتسلل على بابتيستا يسدد بقوة، وهدف ثالث، هدف ثالث عن طريق اللاعب جوليو بابتيستا. أصر بابتيستا على الثلاثية، وجوليو بابتيستا البديل الممتاز لسباليتي، تسديدة من الوحش البرازيلي في زاوية صعبة، وبابتيستا يؤكد على الثلاثية ويؤكد على أن لابد من هدف يستقر في شباك الحارس سكاربي. هدف